طيب لو كانت الحوكمة مضرة أو تؤدي الخسارة، بمعنى تخيل أن الأغلبية صوتوا ضد استثمار معين لكن الأقلية عندهم إيمان مطلق إنها فرصة مناسبة وإن رفضها بيسبب خسارة فادحة، فوش المفروض يصير؟ هل المفروض نلتزم بالحوكمة والنظام حتى لو كان مضر؟ أو نرجع للأساس اللي هو المصلحة العامة واللي من أجله وضعت الأنظمة والحوكمة؟ ما أظن في إجابة صحيحة 100%. الموضوع محير وقابل للنقاش، وبنسمع الآن حالة من هذه الحالات اللي كانت الحوكمة ضد المصلحة، فكيف تم التعامل مع هذه الحالة؟ لما بدأت جائحة كوفيد جاءنا مقترح في صندوق الاستثمارات العامة إنه يخصص مبلغ لاستغلال الفرصة لما الأسواق المالية العالمية انهارت بسبب كوفيد. فطرح الموضوع على مجلس إدارة الصندوق. جاني اتصال من معالي الدكتور بندر رشيد سكرتير سمو الأمير، وطلب العرض فوراً على مجلس إدارة الصندوق موضوع الاستثمار في الأسواق العالمية. فعملنا على ملخص وقرار وعرضناه وقتها بالتمرير على مجلس إدارة الصندوق، فبدأ الأخذ والجذب بين الأعضاء. سمو الأمير الله يحفظه كان عنده وجهة نظر إنه ليش ما نستغل الفرصة؟ طالما عندنا سيولة وعندنا قدرة مالية نحاول نستغل الفرصة، لأنه من الواضح أنه النزول هذا على طول بيلحقه ارتداد. باختصار اللي صار أن الأمير محمد بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة طرح فكرة الاستثمار في أسهم معينة وقت كورونا اللي كانت فيه أسعار الأسهم منهارة ومغرية جدا للاستثمار. وأيد هذا الرأي محافظ الصندوق، وتم نقاش هذا الرأي بشكل موسع ومستمر، لكن ما لاقت هذه الفكرة أصوات مؤيدة وتم رفضها بالأغلبية. ولأن الأمير محمد ما تسمح للحوكمة يستفرد بالقرار، احتاج أنه يصعد للملك، يعني كأنه استخدم حوكمة فوق الحوكمة الموجودة، وطلب من الملك التوجيه باللي يراه مناسب. هدف هذا التصعيد هو محاولة اغتنام الفرصة السانحة دون كسر القواعد، لأن القواعد تقول هذا القرار يجب أن يتخذ بالأغلبية. رفع سمو الأمير للملك أنه هذا رأي المجلس وهذا رأي أنا رئيس المجلس وهذا رأي المحافظ، وطلع أمر ملكي أو بأنه نمشي على خارج الحوكمة من الصندوق ونمشي برأي سمو رئيس المجلس ورأي المحافظ. هذه هي المرة الوحيدة اللي طلعنا خارج الحوكمة، وهي نظاميا ما نعتبر طلعنا، لكن طلعنا من لانه شفنا الصندوق او مجلس اداره الصندوق ما هو راضي يقتنع براي معين وطلعنا لها. وهذه يعني اذا اكيد انك سامع فيها، هذا هو قرار استثمار 80 مليار دولار في الاسواق العالميه لما نزلت في 2020 في مارس 2020 وسوينا فيها ارباح جدا ممتازه. مرت الايام واتضح ان قرار الاستثمار كان سليم. يعني لو بنحول لغة أرقام، استثمر الصندوق 35 مليار دولار تقريباً، حققت له 40% أو ما يساوي 14 مليار دولار خلال أشهر قليلة. وبالنسبة لي أكثر شيء ملفت في قصة أسهم كورونا أن مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة استطاع بالفعل أنه يمارس ويرسخ ثقافة الاختلاف وطرح الآراء بكل شجاعة وأريحية، لدرجة أن الأعضاء صوتوا بالأغلبية ضد قرار الرئيس والمحافظ، وكثير من القرارات اتخذت بهذا الشكل. بمعنى آخر، لو كانت القرارات تتخذ بالمجاملات كان استطاع الرئيس أن يحصل على موافقة الأعضاء ويمرر القرار اللي هو مقتنع فيه بدون الحاجة للتصعيد إلى الجهات العليا. وهذه القصة تؤكد أنه تم الوفاء بوعد حوكمة قرارات صندوق الاستثمارات العامة. الحوكمة حقت الصندوق تكون واضحة أمام الجميع، أنا رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، لكن القرار عندي، القرار عند المجلس وفق الآلية والحوكمة اللي تطلق وتعلن للجميع. يعني ما أقدر أتخذ قرار وفق هذه الحوكمة. ما في رئيس لن يستبد برأيه مثلا. ما تقدر أصلا تستبد برأيك.